جوج آه هاد الجزء جوج ديال الداله كنت تقطع ليا الفيديو داكشي علاش ما كملتش المهم هو الجزء بحال نديرو على شكل جوج اجزاء عندنا مو لانفيني بليس لانفيني قلت لكم هنا هنا عندي عندي حل مثلا واحد يقدر يعطيك زيرو بليس لانفيني بحال بحال المجالات ياك هنا مو لانفيني بليس لانفيني هنا تنعدم هنا ناقص زائد طالع هابط مثلا اعتبروا هنا كاينه جوج مثلا غتقول له شنو هو السؤال قال لك استنتج اشاره جي دو اكس لكل اكس من اخ او بين ان جي دو اكس اصغر قطعا من الصفر مثلا يا يعني اما يعطيك السؤال ديال الاشاره يا يعني اما يعطيك سؤال اللي فيه اكبر اصغر اللي هو زعما الاشاره يعني الا عطاك اكبر اصغر بحالك يعني بيه الاشاره هنا قيمه قصويه ولكن نقول هذه اللي فوق لدينا ماشي ديما واحد على حسب التمرين دابا هنا تعبرت واحد جد واحد قيمه قصويه كان جوج كان جوج لفوق نكتب جد جوج باش نكتب جوج جد جوج قيمه قصويه مهما يكون اكس انتامي لهذا المجال اللي هو اخ الا كان زيرو بليس لانفيني ندير زيرو بليس لانفيني ونهبط الزيرو هنا اذا ملي كتكون قيمه قصويه كندير اصغر من او يساوي جد واحد حاش قسويه اصغر يعني ملي تتكون جي دو اكس اصغر يعني هذه اكبر داكشي علاش قلنا قصويه يعني هذه تتكون تكون كبر دنيويه يعني هذه كبر هذه صغر هذه تتعني دنيويه يعني دنيويه كنديروا جي دو اكس اكبر من او يساوي قسويه اصغر من او يساوي ديما هذه يساوي كاينه في الاول ديما كاينه في الاول ملي كنستنتج لدينا جد واحد تساوي جوج إذن جي دو اكس اصغر من او يساوي جد واحد باش نعوضها نعوضها بجوج إذا كانت اصغر يساوي جوج يعني شنو غتكون غتكون اصغر قطعا من الصفر حيت جوج ماشي ماشي تساوي الصفر هنا مهما يكون اكس تنتمي لا اخ كانت زيرو بليس لانفيني غدير مهما يكون اكس انتمي زيرو بليس لانفيني وهنا زيرو بليس لانفيني مثلا جد واحد كان صفر غدير جد اكس اصغر من يساوي الصفر وتحبس وتكتب مهما يكون اكس تنتمي لا اخ في المجال هنا صافي هذه هي بالنسبه للاشاره والجداول تعطيك هذا الجدول هذا اللي هو تزايديه قطعا ما كنهضر لا على قيمه دنيويه لا على قيمه قسويه كنهضر على هذا المجال مهما ما يكون اكس تنتمي زيرو واحد زيرو خارج وواحد داخل الا كانت هنا جوج تندير جوج داخله و تن تنأترو وكنشوف واش جي الا كانت تزايديه قطعا هذا المجال تندخل الجبل بلا ما نقلب الرمز و تنمشي للمجال الاخر كنقول ضروري قبل ما ندخل الجي نقول واش تزايديه قطعا ولا تناقصيه قطعا كان عندي تناقصيه قطعا نقلب الرمز ونكتب ديك الجمله تناقصيه قطعا قبل ما نقلب الرمز هنا نقلب الرمز صافي بينما إذا كانت يعني بحال تزايديه قطعا بحال التناقصيه قطعا كنخدم نفس نفس الطريقه غير إذا كان هنا إذا كان المجال هنا موال فيني بليس لانفيني كان المجال هنا موال انفيني بليس لانفيني غندير موال انفيني واحد فيني انفيني كتعني اكس اصغر من او يساوي هذا العدد هنا وهنا واحد بليس لانفيني اكس اكبر من يساوي واحد ونقول جي تزايديه ولا تناقصيه قطعا في, في اخ تزايديه ولا تناقصيه قطعا في اخ صافي وتنخدم عادي نمشيو دابا الكماله ديال الوطني الجزء الثاني الجزء الثاني قالوا لنا ودي اف دو اكس تساوي اكس ناقص عندنا اف دو اكس تساوي اكس ناقص واحد على جوج زائد واحد على جوج اكس او كاري زائد ال ان دو اكس على اكس الكل او كاري السؤال الاول بين ان ليميت اكس تونفير بلس لانفيني اف دو اكس كتساوي بليس لانفيني عطاونا قالوا لنا ودي بينوا لي هذيك ليميت اكس طونفير بليس لانفيني اف دو اكس كتساوي بليس لانفيني نبداوها ليميت اكس طونفير بليس لانفيني اف دو اكس تساوي ليميت اكس طونفير بليس لانفيني اف دو اكس هي هذه غنحطها هنا اكس ناقص واحد على جوج زائد واحد على جوج اكس او كاري زائد الان دو اكس على اكس الكل او كاري ما نجيش ونشار ولا نعطي لهادي لهادي ولا هادي تنعوض كما قلت لكم هادي كلها بليس حاش عندي هادي بليس لانفيني عدد على لانفيني يا صفر بليس لانفيني زائد صفر يا بليس لانفيني مزيان ولكن بليس لانفيني في صفر فورم انديتيرميني حاش هنا الجمع ولا الناقص تكون بليس لانفيني هذه صفر في القاعده صفر او كاغي هي صفر اذا تساوي بليس لانفيني لان ليميت اكس تونفير بليس لانفيني x ناقص واحد على جوج كتساوي بليس لانفيني و ليميت إكس لونفير بليس لانفيني واحد على جوج إكس أوكاغي تساوي صفر حاش هادي بليس لانفيني عدد على لانفيني هو صفر و ليميت إكس لونفير بليس لانفيني ألان دو إكس على إكس تساوي صفر صافي هادي قاعدة عندي نمشيو للسؤال واحد آه هنا واحد هذا واحد ألف واحد باء كيقولك بين أن المستقيم المستقيم دي مستقيم دي إيكغيك دي إجريك. تساوي إكس ناقص واحد على جوج مقارب مائل عندنا مقارب مائل قالولك مقارب مائل للسي اف بجوار بليس لانفيني يلا شوف معايا دابا هنايا باش نخدم باش نبين أن هذا مقارب مائل للسي إف بجوار بليس لانفيني يعني شنو خصني ندير؟ باش نبين أن هذا مقارب مائل بجوار بليس لانفيني دائما هذا السؤال كيتحط ديما إلا عطاك هاد المستقيم عطاك التعبير ديال المستقيم وقال لك بينوا ليا مقارب مائل بجوار كدا كنديروا ليميت إكس طون فيرا قلتها لكم البارح بليس لانفيني اف دو اكس ناقص ي خصها تخرج صفر بحال القاعده ديال الوضع النسبي الوضع النسبي كنديرو اف دو اكس ناقص ي بينما هذيك ما تكونش فيها ليميت وكندرسو الاشاره باش نعرفو فوق ولا تحت سي اف فوق ي ولا تحت ي بينما هذيك دي كنديرو ليميت ليميت اكس تونفير بليس لانفيني اف دو اكس هي هذه غنحطها هنا اكس ناقص واحد على جوج زائد واحد على جوج اكس او زائد الان دو اكس على اكس الكل او كاغي ما تنساوش هنا شوف ناقص غادخل على هذا التعبير هذا ناقص غادي يدخل على هذا التعبير هذا يعني الا كانت هنا زائد غتولي ناقص اكس الا كانت هنا ناقص واحد على جوج تولي زائد واحد على جوج يعني شنو درنا دخلنا الناقص على اكس وعلى ناقص واحد على جوج الا كانت هذه زائد تولي ناقص كانت هذه ناقص تولي زائد هذه زائد ولات ناقص هذه ناقص ولات زائد صافي من بعد شنو غادي ندير ما نجيش ونحسب الليميت خصني نختازل مشات اكس مع اكس هذه غتمشي مع هادي وهادي غتمشي مع هادي يعني بلا ما نضرب في الوطني بلا ما نضرب نجي للسطر هبط للسطر ونكتب بحال هكا بقات لي واحد على جوج اكس او كاري زائد الان دو اكس على اكس الكل او كاري ملي تنكتب هاد السطر كيفهم المصحيح ان اكس مشات مع اكس وناقص واحد على جوج مشات مع واحد على جوج صافي تساوي صفر علاش عدد على لانفيني صفر وهذه صفر لان ضروري لان وخا بينتي قبل لان ليميت اكس تونفير بليس لانفيني واحد على جوج اكس او كاري تساوي صفر و ليميت اكس لونفير بليس لانفيني ال دو اكس على اكس تساوي صفر دابا هاد اف دو اكس ناقص اي شحال خرجت ليا صفر غنكتب بما ان ليميت اكس لونفير بليس لانفيني اف دو اكس ناقص اي تساوي صفر اذا سي اف يقبل ولا تنكتب الجمله اللي عطاوها لنا نكتب الجمله اللي عطاوها لنا كاين نكتب هذيك سي اف سي صحيحه نكتب الجمله اللي عطاوها لنا نحيد هذيك بين ان نكتب ديك الجمله اللي عطاوها لنا اذا المستقيم دي مستقيم دي ايغريك تساوي اكس ناقص واحد على جوج مقارب مائل للسي اف بجوار بليس لانفين صافي هذا هو كيفاش كنجاوب بحال هكا نمشيو الكماله ديال الداله سؤال واحد جيم واحد جيم قالوا لنا في السؤال ادرس الوضع النسبي لل اف و ادرس الوضع النسبي لل اف و الوضع النسبي شنو القاعده ديال الوضع النسبي هو اف دو اكس ناقص واي ولكن تنذكر المجال لكل اكس من زيرو بليس لانفيني ضروري من تذكروا المجال اف دو اكس عندنا هي هادي هي ايك هاد اف دو اكس ناقص اف دو اكس راه هي هادي ناقص إيكغيك إيكغيك راه هي هادي غتمشي ناقص غتدخل على هادي تولي ناقص إكس ناقص تدخل على هادي تولي زائد واحد على جوج يعني إلا لاحظتو معايا إف دو إكس ناقص إيكغيك راه هي هادي يعني شنو ملي اختزلت شنو عطاتني عطاتني هاد التعبير يعني غير غنحيد غير الليميت ونكتب ها هاد التعبير هذا واحد على جوج إكس زائد ال ان دو اكس على اكس لكل او كار هذه فيها الاو كار يعني موجبه هذه فيها الاو كار يعني موجبه اذا لدينا اف دو اكس ناقص ي اكبر من او يساوي صفر ال ان دو واحد صفر يعني واحد هنا الا كانت واحد يعني قطعا اكبر قطعا حش واحد او كار هي واحد في جوج هي جوج ناقص واحد او كار يعني اكبر قطعا حش أه تاخذ ناقص واحد غاتبقى واحد صفر وكاغي هي صفر جوج يعني غاتبقى اكبر قطعا. اف دو إكس ناقص إيكغيك اكبر قطعا من الصفر مهما يكون إكس تنتمي زيرو بليس لانفيني. علاش؟ حاجة هادي موجبة وهادي موجبة. ملي كيكون اف دو إكس ناقص إيكغيك اكبر قطعا. إذا سي اف يوجاد فوق المستقيم دي، فوق دي. إذا كان أصغر يعني تحت. مثلا 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 كانت f دو اكس ناقص y خرجت لي واحد على جوج اكس او كاري زائد اكس ال ان دو اكس هنا او أك... x او كاري ولا x بحال هكا غنقول له لدينا واحد على جوج اكس او كاري اكبر قطعا مهما يكون فيما تقول اكبر ولا اصغر ولا اشاره تنقول المجال مهما يكون اكس تنتمي 0 بليس لانفيني و x اكبر قطعا من زيرو داكشي علاش تنقول لكم تفرجوا في الفيديو حاش انا راه ساليت هذه فيا مندوز لسؤال اخر ولكن كنحاول نذكركم شي حاجه اجوغرا و اكس اكبر قطعا من الصفر في زيرو بليس لانفيني كان المجال اخر كندرس الاشاره ديال اكس اذا ال اكس ماشي موجب علاش هنا قلنا موجب حيت فيه الاوكاغي حيت التعبير هذا في الاوكاغي داك الشيء قلنا موجب اذا اشاره اف دو اكس ناقص ايغريك هي اشاره الان دو اكس مهما يكون اكس انت مي زيرو كانفين فيما تقول اكبر اصغر اشاره خصك تذكر المجال وتهبط للسطر غتكتب اف دو اكس ناقص ايغريك تساوي صفر تكافئ بحال اللي درنا البارح ان دو اكس تساوي صفر تمشي بتكافئ وتلقى اكس تساوي واحد وتحلى بمتراجعه اكبر من او يساوي اصغر من يساوي صفر ودير جدول ودير تتنعدم في واحد اف دو اكس دير هنا اكس هنا ماشي اف بريم اف دو اكس ناقص ايكغيك هنا الوضع النسبي لس اف ايكغيك هنا دير واحد زيرو بليس لام فين تعبد الزيرو شد نعادم زائد ناقص ودير واحد والصورة ديالو سي اف فوق سي اف تحت ايكغيك سي اف فوق مستقيم دي سي اف تحت دي كان دلتا ديال دلتا, دلتا. صافي غير الخانة الثالثة ما تنكتبوش غير الوضع النسبي كنكتبو الوضع النسبي لس اف و دي كان دلتا دير سي اف ودلتا هذا كإشارة ندوزو جوج بين أن ليميت x تنفير 0 بليس f دو x كتساوي بليس لانفيني وأول نتيجة مثلا ما هاد الليميت هادي يمكنش أول أو ولا uh, يعني بي ما يمكنش أول الليميت يعني ما هادي راه أول نتيجة ليميت x 0 بليس f دو تساوي ليميت x 0 بليس دو x عندنا هي ناقص uh, واحد على جوج زائد واحد على جوج إكس وكاري زائد الآلان دو إكس على إكس الكل أو هذه هادي ماشي بليس لانفيني حاش ماشي إكس تأول بليس لانفيني تأول زيرو بليس يعني هادي صفر صفر ناقص واحد على جوج هي ناقص واحد على جوج مزيان عدد على زيرو بليس هي بليس لانفيني مزيان بليس لانفيني ناقص واحد ولا جوج راه هي بليس لانفيني حاش مكاينش ضرب لانفيني الا كان زائد شي عدد ولا لانفيني ناقص شي عدد كيكون لانفيني كيغلب لانفيني ولكن ملي كيكون الضرب بجوجهم كيغلبو كنشوف هكا وهكا يعني ملي كيكون الضرب مثلا بليس لانفيني في ناقص واحد راه هي مو لانفيني مو في ناقص واحد راه هي بليس لانفيني بينما الا كان الجمع ولا الطرح متنتسوقوش على الاشارات ديال العدد هذا بليس لانفيني الن د اكس على اكس عندك يقول لي شي مجرم يقول لي صفر هذه انت صفر الا كانت في بليس لانفيني بينما في زيرو بليس ما كنقولش صفر غير واحد القاعده عندي في زيرو بليس الان اكس شحال كتساوي مو لانفيني وفي البليس لانفيني كتساوي بليس لانفيني شنو غادي ندير شوف تساوي ليميت اكس توندير زيرو بليس اكس ناقص واحد على جوج زائد واحد على جوج اكس او زائد واحد على اكس ال دو اكس الكل اوكا خرجت واحد على اكس علاش حاش الالان فاش نضرب راه مضروب في واحد واخا ما باينش يعني بحال قلتي واحد الالان د اكس على اكس ملي كيكون عندي الضرب ما يمكنش نوزع عليهم بجوج انا وزعته على واحد يعني واحد على اكس وخرجت الالان د اكس هذه موالا فين في قاعده <سؤال> عندك يقول لي بليس لانفيني بليس لانفيني ملي كتكون بليس لانفيني حفظ القواعد مو لانفيني عدد على زيرو بليس راه هي بليس لانفيني مو لانفيني في بليس لانفيني هي في مو لانفيني في مو لانفيني او كاغي راه هي بليس لانفيني مزيان بليس لانفيني زائد بليس لانفيني راه هي بليس لانفيني كون كانت بليس لانفيني بليس لانفيني كون كانت بليس لانفيني مو لانفيني في فوق معني الا ما كانش ضرب اما الا كانت ضرب بليس لانفيني في مو لانفيني راه هي مو لانفيني و في صفر فوق معني لان ليميت اكس تون زيرو بليس اكس ناقص واحد على تساوي ناقص واحد على جوج حاش هادي صفر ليميت اكس طون بليس واحد على جوج اكس كاغي تساوي بليس وعدد على زارو, Limit X 0 بليس ليميت اكس بليس واحد على اكس تساوي بليس لانفيني عدد على زيرو بليس ليميت اكس ln de x تساوي مو لانفيني مو لانفيني في بليس لانفيني راه هي مو لانفيني مو لانفيني او كاغي راه هي بليس لانفيني يعني ها تكون واحد على x ln de كل او كاغي بليس في مو هي مو مع او كاغي راه هي بليس لانفيني بليس لانفيني بليس لانفيني راه هي بليس لانفيني دابا اول نتيجه دابا مثلا اعتبر راسك ما عرفتيش تخدم هادي ما خدمتيش هادي يمكن تخدم اول نتيجه واخا ما خدمتيش آه ليميت لدينا ليميت اكس تون بزيرو بليس اف دو اكس تساوي بليس لانفيني اذا سي اف ماشي تنجي تنكتب اذا سي اف يقبل تنقول له ودي ها آه شحال خرجت لينا ها آه اذا اذا سي اف يقبل تعلم هذه القضيه يقبل مقارب عمودي ما كنديروش اف دو اكس على اكس اللي ما حافظش الفروع ملي لا نهائيه ملي كيكون عدد كيعطيني كي لانفيني راه تيقبل مقارب عمودي معادلته اكس تساوي هذا العدد صافي ما كاينش بي جي بي الا كان اكس طون فير لانفيني الا كانت هنا لانفينات تنقولوا بي جي نمشيو تمرين سؤال اخر نظم لكم هذه الوراق عندنا هذه مورا هذه مورا هذه سؤال من بعد او ثاني اخر عندنا ا ناخذ شي ورقه عندنا في السؤال اللي من بعد عندنا ناوي التمرين عندنا بين ان ثلاثه الف بين ان اف بريم دو اكس تساوي جي دو اكس على اكس اوس 3 ما ما يكون اكس تنتمي زيرو بليس لام فين. اول حاجه شنو كنكتب جمله اف قابله شقاق في المجال زيرو بليس لام فين وانا بطل السطر ما ما يكون اكس تنتمي زيرو بليس لام فين وندير الشقاق اف بريم دو اكس تساوي x ناقص واحد على جوج زائد واحد على جوج x أو زائد ln دو x على x الكل أوكاغي كل كلشي هذا بريم دابا نرجع ضروري دا ما المجال هنا شوف دابا كيفاش غنديرو هادي ديالها واحد حاش ما ضرب هذا هادي غنخدمها بإي في يعني زائد واحد بخيم مضروبة في جوج x بلا بخيم ناقص واحد بلا بريم مضروبة في جوج x بريم عندك شي واحد هنا جوج اكس او كاري كل او عندك شي واحد يسبق جوج اكس او كاري هي الاولى بريم ديما كنسبقو الفوق زائد هادي خدمة هادي كي يقول اي على في خطا لا عندي اي اوس ان شنو هي اي اوس ان كنهبط الاوس كنضرب دراف... كنضرب في الشقاق ديال الداله ال اكس على اكس بريم مضروبه في الداله نفسها وكنقص منها اوس جوج ناقص واحد راه هي واحد لما فهمتوش شي حاجه سكريني واو صيفطوا غنشرحها ليكم اف دو اكس تساوي واحد هنا الشقق ديال واحد شحال صفر صفر في جوج اكس او راه هي كاين واحد سافر صفر في جوج اكس او كاغي تيكتب لي جوج اكس او مجرم هذاك اكس شحال هي ربعة 4x حاش تتهبط في جوج تتهضر في جوج تتولي 4x، 4x في واحد هي 4x مع الناقص هي ناقص 4x، يعني غنكتب هنا ناقص، صافي؟ حاش ناقص 4x ناقص في الزائد هي ناقص، مثلا كون كانت هنا ناقص واحد، كون كان هنا ناقص واحد، غنكتب هنا ناقص واحد، ونكتب ناقص ديال القاعدة، ونكتب هنا ناقص واحد، والناقص في الناقص تولي لي زائد، ونكتب هنا زائد، رد البال، حاش كاين ملي تتكون ناقص واحد كيكتبها هنا، وملي كيجي كي لهنا كيدير ناقص واحد فقط. القاعدة، ناقص ديال القاعدة هذا العدد ناقص واحد، صافي والناقص مع الناقص هي زائد، قلنا جوج تتهبط مع جوج تولي 4 إكس وكتنقص أس، راه باين الشقاق، هادي غنعطي الأوكاغي لهنا والأوكاغي هنا باش غير باش نختازل، جوج أوكاغي هي 4، جوج أوكاغي هي إكس 4، هذه تتعطى جوج أوكاغي هي 4، جوج في جوج هي هنا 4 إكس زائد جوج. هادي غنخدم دابا هادي غنخدمها باي على في يعني ال ان دو اكس بريم دابا جوج غتضرب في هادشي كامل يعني ندير اقواس ال ان اكس بريم مضروبه في اكس بلا بريم ناقص ال ان اكس بلا بريم مضروبه في اكس بريم على اكس او كاري هاد مضروب في ال ان اكس على اكس تساوي واحد ناقص غتمشي 4 اكس مع 4 اكس غتبقى واحد على ياش على اكس وثلاثة هانت 4 x 4 x اس 4 تمشي 4 مع 4 اكس على اكس اس 4 اكس اس 4 هي اكس في اكس اس 3 تمشي اكس مع اكس تبقى واحد على اكس اس 3 راه هي زائد جوج الشقاق ديال شحال هو واحد على اكس واحد على اكس في اكس راه هي واحد حاش مشات اكس x مع اكس حاش اكس هي واحد على اكس اكس في واحد على اكس مشات اكس مع اكس واحد ما حاجه لي كاين شي واحد شي حاجه, واحد صفت شي حاجة وبقى ما له. من بعد غير صبروا عليا الشيخاخ ديال اكس هي واحد واحد في الان د اكس هي الان د اكس مع الناقص هي ناقص الان د اكس على اكس او كاري مضروبه ما هنا ال د اكس على اكس او صافي دابا هنا ملي كيكون عندي الضرب البسط في البسط والمقام في المقام هنا نوحد المقام نضرب هاد اكس اس 3 في واحد هادي ما نوحدش المقام حيت تتسبق الضرب كيسبق اكس اس 3 ناقص واحد على اكس اس 3 زائد هانت جوج اكس في اكس اوكاري هي اكس اوس ثلاثة حاش جوج ما غتنشرش في هادي وما تنشرش ما غتنشرش فيهم في جوج علاش حاش ضرب كو كانت هنا زائد ولا ناقص ضرب هادي في هادي ودي في هادي اما ملي كيكون ضرب تنشر في وحدة فيهم ولا ملي تحسبهم ضربها فيهم الان اكس هانش الان اكس واحد ناقص الان اكس ها هادي تضرب في هادي البسط في البسط والمقام في المقام, المقام دابا نجمعهم في مقام واحد علاش حاش عندهم نفس المقام اكس اوس 3 اكس ناقص واحد زائد شوف ال اكس في واحد هي ال اكس مضروبه في جوش. هي ال اكس ال اكس في ال اكس ال اكس مع الناقص هي ناقص جوج ناقص جوج ال ان اكس هانت في هدي هي هدي. مع الجوج هي جوج ال اكس ال ان اكس في ال اكس هي -X. مع هي كون كانت ناقص في ناقص هي زائد كون كانت هنا ناقص جوج كانت تكون هنا ناقص جوج ال اكس والناقص مع الناقص هي زائد يعني الجوج كتنشر فيهم هادي الى لاحظتوا معايا هادي راه هي جي دو اكس راه هي اكس وثلاثة ناقص 1 آه ناقص جوج ال ان او اكس زائد جوج اكس اللي الفوق هاد هي جي دو اكس يعني جي دو اكس على اكس وثلاثة. هذه هي اف بخيم دو اكس صافي يعني اف بريم دو اكس كتساوي ليا جي دو اكس على اكس اوس 3 نشوفوا شي سؤال اخر سؤال اخر طلبوا منا ادرس 3 ب ادرس تغيرات اف على زيرو بليس لانفين ردوا معايا البال مزيان دابا لدينا فبغي شنو خرجت ليا دائما كنبداو بالمقام ها جي دو اكس اكس اللي تنبغي ندرس الاشاره المقام اكس اوس 3 وكان المجال اكس غندرس ليه الاشاره حاش اكس اوس 3 تتعدم في زيرو و داخل في اكس اي عدد داخل في اكس داخل في المجال كندرس له الاشاره اكس اوس 3 موجبه حاش عندي المجال زيرو بليس لامفيني لدينا اكس اوس 3 اكبر قطعا من الصفر الا دار شي واحد يساوي غنقتلو حاش ما كايناش ما يمكنش المقام يساوي الصفر مهما يكون اكس تنتمي لزيرو بليس لامفيني صافي واش مفهوم غادي معايا مزيان اذا اشاره اف بريم دو اكس هي اشاره جي دو اكس الا كانت هذه موجبه هادي باقي ما عرفناش يعني اشاره اف بريم دو اكس هي اشاره جي دو اكس كما قلت لكم ملي كنكتب اشاره ولا اكبر ولا اصغر خصني نذكر المجال ما ما يكون اكس انت ميزرب بلس ان ضروري هادشي الا شتي الا ذكرتي هنا وما ذكرتيهاش هنا غيحيدوا لك عليها واحد النقطه ماشي غيحيدوا لك كامله غيحيدوها لك مثلا كانت نقطه يعطيك 0.75 الا كان الجواب كامل صحيح يعني داكشي اللي قلت لك ضروري جي دو اكس قلنا اشاره اف بريم دو اكس هي اشاره جي دو اكس لما نرجع بلاش انا نجبد لكم داكشي اللي خدمناه الاول ها انتوما معايا شوفوا معايا هنايا واش انا واش غنمشي للطابلو ديال جي دو اكس جي دو اكس شنو عندي تزايديه ولكن هذه واش انا قلت اشاره اف بريم دو اكس هي رتابه جي دو اكس قلت اشاره اف بريم دو اكس هي اشاره جي دو اكس يعني كنمشي للسؤال ديال الاشاره دائما في الاف بريم ولا الاف دو اكس ناقص ايغريك ولا اللي كان لقيتي فيه جي دو اكس لقيتي فيه جي دو اكس رجع الاشاره رجع السؤال الاشاره شنو هو السؤال الاشاره اكبر ولا اصغر ما تقولش عندي تزايد فهمتي اصغر ولا اكبر صافي يعني غنقول لدينا جي دو اكس عندنا اصغر ما يساوي الصفر في زيرو واحد في هذاك السؤال ما ما يكون اكس تنتمي زيرو واحد زيرو خارج الا كانت جي دو اكس اصغر ما يساوي الصفر في زيرو واحد يعني هذه الا كانت اصغر كان يقول هذه اصغر اذا تناقصيه خطا الا كانت هذه اصغر راه هذه اصغر منه اف بريم دو اكس تنتمي بهذا الترتيب اصغر ما يساوي الصفر ما ما يكون اكس تنتمي زيرو واحد كانت هذه قطعا حتى هذه قطعا اذا دابا غادي نقول اف تناقصيه حاش عندي اصغر اف تناقصيه كانت هنا قطعا هنا قطعا حتى هنا غتقول تناقصيه قطعا, قطعاً. وتذكر المجال شوف اي حاجه نقول اصغر ولا اكبر ولا تناقصي ولا تزايدي تنذكر المجال عاوتاني هو عندنا جي دو اكس اكبر من او يساوي الصفر فين في واحد بليس لانفيني لقينا ذكرنا المجال الشيء يعني الا كانت هذه اكبر راه اف بريم اكبر مهما يكون إكس تنتمي لواحد بليس لانفيني إذن إف تزايدية مهما يكون إكس تنتمي لواحد بليس لانفيني ندير أقواس في المجال نحاولو نديرو أقواس شوف إلى قلتي إلى قلنا هادي موجبة مثلا في التمرين لقيتي أن إشارة جي دو إكس فقط أكبر قطعا غتقول لدينا جي دو إكس أكبر قطعا من صفر إذا ماشي إف تزايدية إذا إف بريم دو إكس أكبر قطعا من صفر إذا إف تزايدية قطعا وكنت تذكر المجال هذه اكبر قطعة من زيرو بلس هذه اكبر قطعة من زيرو بلس اذا اف كان المجال الاخر نذكر اخر, آخر. أه كانت دو اكس اصغر من او يساوي تقول هذه اصغر من يساوي اذا اف دو اصغر يساوي اذا اف تناقصيه في بكاملين كان جي دو اكس اكبر مساوي صفر في هذا المجال واصغر مساوي صفر في هذا المجال بحال هكا تقول جي دو اكس اصغر مساوي صفر في واحد المجال اذا إلا, الا كانت اصغر مساوي في صفر في ذاك المجال يعني راه اف بريم اصغر مساوي صفر في ذاك المجال يعني ما ذكرتيش المجال خطا حيت يعرفوا الا كانت هذه اصغر في هذا المجال باش يعرفوا اف بريم فين اصغر واش هذا المجال ولا هذا المجال واش فهما اذا اف تناقص في هذا المجال ماشي كننقص من هنا لهنا تندير هذه هذه حتى هذه كذلك هذه تعلموا الطريقه كيفاش جابوا كتبوها في واحد المذكره باش ملي تبغيو تجاوبوا الداله تحطوا وحداكم وتبقى تجاوبوا عليها ثلاثة ج قالوا لنا في ثلاثة ج ضع جدول تغيرات جدول تغيرات جدول تغيرات ها كيفاش كنرسموا هنا اكس هنا اف بريم دو اكس هنا اف دو اكس شنو عندي زيرو بليس لانفيني كانت الدالة اش هنا دير اش بريم اش دو اكس كانت الدالة جي جي بريم جي دو اكس عندي زيرو خارج شنو هو المجال اللي عندي عندي زيرو واحد و واحد بليس لانفيني هاكاك هنا تالي اف جيب اه اه اف بخيم فين سالبة فين في زيرو واحد و اف بخيم موجبة فين في واحد بليس لانفيني يعني هنا تناقصية هنا تزايدية هي داكشي لي لقينا هنا تناقصية تزايدية زيرو بليس كنا لقينا بليس لانفيني ضروري ما تعمر هادشي و بليس لانفيني كنا لقينا بليس لانفيني و الصورة د واحد لقينا اف د واحد يعني خصني نمشي نحسب اف د واحد غنحسبها فين غنحسبها هنايا فين هي اف دو اكس اف دو اكس فين هي اف دو اكس ها هي اف دو اكس غنحسبو الصورة د واحد ضروري ما تحسبها ال اند واحد صفر يعني هادي صفر واحد على واحد على جوج هي واحد على جوج يعني واحد هنا ال اند واحد صفر صفر على واحد هي صفر واحد على جوج ها هي واحد على جوج هنا ناقص زائد هنا ناقص واحد على جوج هنا واحد, واحد. جوش على المقام إكس عاود بواحد جوج ناقص واحد على جوج راه واحد على جوج زائد واحد على جوج هي جوج على جوج هي واحد يعني غديرو هنا واحد بليس لانفيني هابط لواحد واحد, واحد طالع بليس لانفيني راه يقدر يسولكم واحد السؤال هنايا يقول لك بين أن إف دو إكس أكبر من أو يساوي واحد مهما يكون إكس تنتمي زيرو بلس لانفيني مثلا عطيتها لك هاد السؤال مثلا غتقول له كيفاش غنجاوب اف تو اكس اكبر من يساوي واحد واحد راه هو هذا غتقول لدينا افد هاد العدد ماشي هاد العدد حاش هما راه مشابهين دابا مثلا كانت هنا جوج تقول اف جوج لدينا اف واحد قيمة دنيوية لكل اكس من زيرو بلس لانفيني اذا اف دو اكس اكبر من يساوي اف دو واحد بما ان اف دو واحد تساوي واحد اذا اف دو اكس اكبر مساوي واحد ولذا لك هنا اكبر قطعا من صفر غاتكتب لدينا اف دو واحد قيمة دنيوية لكل اكس من زيرو بلس لانفيني اذا اف دو اكس اكبر من يساوي اف دو واحد ولدينا اف دو واحد تساوي صفر اذا اف دو اكس اكبر مساوي الصفر صفر وكان اكبر قطعاً من صفر غاتقول لدينا اف اكس اكبر من كلهم واحد اذا اف دو اكس اكبر قطعا من الصفر دير هادشي كامل وتوصل هنا ودير اف دو اكس اكبر قطعا من الصفر حاش ما تساويش حاش واحد راه في خالف الصفر صافي حاش واحد موجب قطعا على زيرو هذا كتذكير دابا بقى لنا الرسم يعني نشوف نرقم ليكم داكشي اللي غنصيفط لكم هذه رقم واحد هذه رقم جوج ثلاثة أربعة كاين شي اكبر من النواقل يعني واحد جيم جوج ها هي جوج يعني هذه رقم 4 رقم 5 رقم 6 غنمشيو للميبيان ميبيان رسموها هنا السؤال الاخير انشئ ميبيان أربعة يعني نشئوا المبيان هنايا هنا, هنا او كما قلت لكم خصكم تشوفوا او اي ولا او جي شحال هيا أيه اما تذكروا لكم في الميبيان في الاخر ديال داك السؤال ديال الميبيان ولا الفوق ديال التمرين تيقول لك او اي واش سنتيمتر ولا جوج سنتيمتر كان جوج سنتيمتر ديال جوج سنتيمتر هنا رقم جوج هنا رقم جوج هنا رقم ناقص واحد رقم ناقص جوج ناقص واحد خصهم يكونوا هادو بحال بحال ناقص جوج شوف معايا اول حاجه كنرسموها كنمشيو لجدول التغيرات كنرسم هذا مع هذا هدف اكس وهدف هذا هدف اكس ها هو وهدف اكريك ها هو وتندير هكا نقطة كندير هكا هكا راه غتاخد عليها النقطة راه غتاخد عليها واحد صفر خمسة وعشرين على هادي ثاني حاجة زيرو بليس لانفيني زيرو غنمثلها في إكس بليس لانفيني هادي آه ديال إيكغيك واش واش يمكن ليا نمثل بليس لانفيني في إيكغيك لا يعني كنشوف التأويلات يعني شي حاجة ما يمكنش نمتلها كنشوف التأويلات إذا هنا شنو تيتسمى سي إف يقبل مقارب عمودي معادلته إكس تساوي صفر يعني هو هذا شنو خرجت ليا بليس لانفيني يعني غيكون الفوق خرجت لي مول انفيني في غيكون لتحت اكس تساوي صفر كانت اكس تساوي واحد غيجي هكا واحد اكس تساوي جوج ها هو اكس تساوي ناقص جوج ها هو عمودي مقارب عمودي حنا رسمنا هذه زيد أه، خصك تكتبها كان لتحت كانت موان انفيني كتب لتحت اكس تساوي صفر بليس لانفيني بليس لانفيني واش يمكن دابا هادي رسمناها هادي رسمناها بليس لانفيني بليس لانفيني واش يمكن نرسمها في الميبيان بليس لانفيني مايمكنش نرسمها هي موان انفيني يعني خصني نشوف التاويل عندي هنا السي اف يقبل مقارب مائل معادلته ايكغيك تساوي اكس ناقص واحد على جوج بجوار بليس لانفيني يعني شنو خصني نرسم خصني نرسم هاد ايكغيك فوالا يعني غندير صفر وغندير هنا واحد اكس ايكغيك يعني اكس نعوضها بصفر صفر ناقص واحد على هي ناقص واحد على جوج اه اكس نعوضها بواحد واحد ناقص واحد على واحد في جوج هي ناقص واحد على جوج هي واحد على جوج نتوما في كالكيل واحد جوج ناقص واحد هي واحد على جوج هاد صفر في اكس ها هي صفر ناقص واحد على جوج في ها هي ناقص واحد على هي النص يعني النقطة الأولى هي واحد وواحد على واحد في اكس واحد على في ها هي هادول هادو النقط غنلاقيهم نصاوبو مسطرة هذا هو إكريك هذا هو المستقيم دي صافي حنا رسمنا دابا هادا تاخد عليها النقطة دابا خصك غير تلاقي هادشي تلاقي عليها راه هي صفر فاصل خمسة وعشرين هو المنحنى شوف انت خديتي دابا نقطة على هادشي نقطة خمسة وعشرين خديتي على هادشي هذا مقارب عمودي يعني غادي يقرب له انت الدالة هابطة ها طالعة يعني غاتهبط يعني هو مقارب عمودي غادي يقرب له ولكن كما قلت لكم اللي يدوز من هنا خصو يدوز من السام بحال هكا عاوتاني هذا غيطلع ولكن واش يطلع يطلع يقرب لهذا ولا يطلع 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 يمشي يمشي يقرب لهذا ولا يبعد منه فرح ججامي اتجاه محور الاراتيب ولا اتجاه محور الافاصيل يبعد على محور الافاصيل فرح ججامي يعني غادي يبعد عليه يعني غادي يوازي الا كان اتجاه محور الافاصيل غادي يبعد من محور الافاصيل كان اتجاه محور الاراتيب غادي يبعد على محور الاراتيب ولكن هذا ماشي فرح شجامي هذا مقارب مائل معادلته واي تساوي اكس ناقص واحد مقارب يعني غادي يقرب بحال هنا مقارب عمودي يعني غادي يقرب اكس تساوي زيرو غادي يقرب على شنو غادي يعني غيقرب على هذا المستقيم هذا لاحظ ولاحظ شنو لقينا لقينا سي اف فوق ي ها هي سي اف فوق ي اذا هنا كنكونوا رسمنا المبيان تلاقاو في داله اخرى ان شاء الله ونتمنى تكونوا فهمتوا هذا الوطني ديال 2018 في دراسه الداله رقم 2